وينضم إلينا عبر الهاتف السيد راشد الزعبي الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم. أهلا بك سيد راشد في نشرة أخبار الثامنة، نبارك لكم هذا الفوز ونسأل بداية عن قيمة هذا الانتصار على المنتخب الأسترالي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة المؤهلة لتصفية الأسوية المؤهلة لكأس العالم 2026. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نرفع أسمعيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي جلالة الملك المعظم وسيدي سمو ولي العهد وسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد وسيدي سمو الشيخ خالد بن حمد على هذه الفوز اللي أدوا فيه لاعبين بكل إخلاص وأمانة ولعب في الملعب. نعم سيد راشد، الروح العالية التي دخل بها المنتخب لمباراته مع أستراليا والاستعداد الجيد، برأيك كيف سينعكس نتيجة هذه المباراة على اللقاء المقبل في استاد البحرين الوطني في مباراته مع اليابان؟ أعتقد الرعاية الكريمة اللي تحصل عليها الاتحاد البحريني من قبل سيدي سمو الشيخ خالد هي كان لها الأثر الطيب على نفوس اللاعبين، وأعتقد أن اللاعبين وعدونا أن يدون أداء متميز في ذي المباراة، والحمد لله قدرنا من ذي المباراة أن احنا نحقق نتيجة إيجابية تعكس هذه الاهتمام من سموه. واعتقد ان مباراتنا الجايه اللي هي بتكون تاريخ 10/9 مع المنتخب الياباني بعد مباراه ما نستهين فيها مباراه قويه بحكم تصنيف المنتخب الياباني تصنيف متقدم 18 على مستوى العالم. نعم. ونتمنى ان شاء الله ان نحصل نتيجه ايجابيه تعكس هذا الاهتمام اللي يحظون فيه المنتخب في الوقت الحاضر. نعم، الاثر المتوقع لنتيجه اليوم سيد راشد كيف سيعزز من الروح المعنويه لدى اللاعبين في مباراتهم مع اليابان؟ والله للأمانة اللاعبين فرحانين والجهاز الفني فرحان والجميع الصراحة مستانس، وأنا كلفني سعادة الشيخ علي بن خليفة أنقل لهم تهاني وشكر سيدي جلالة الملك المعظم وتهاني على تحقيق هذا الجول. للأمانة شفت السعادة في قلوبهم ويعني مثل ما يقولون والحماس حتى حق المباراة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. السيد راشد الزعبي الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم، شكرا جزيلا لك.